خليك هون يا أخي. خليك هون. خليني فوت. يلا أويس، يلا رح عد الثلاثة ورح أويس على راسك إذا ما أوصت. واحد، اثنين، ثلاثة. ابن خالتي، خليني أعرفك، سيد سامي. سيد سامي؟ بحب أعرفك. سيد فرهاد؟ هاي سيد سامي. بظن ما كان في داعي لكل هاد يا سيد سامي. طلع حواليك هون صار مثل المقبرة. لو كنا قعدنا وحكينا مو كان أحسن؟ أنسى. اسمعني، أول شيء راح نشارك بهديك المناقصة نفسها ويربح اللي بيستاهل، وتاني شيء راسك محله ما بتشغله، وإلا أنا راح شلك يا. بظن هيك نحن تفاهمنا على كل شيء وما راح نختلف. سمعتني منيح ما هيك يا أوسخ؟ فهمت علي؟ فهمت علي يا تافه؟ ايه فهمت. ماشي منيح. خلينا نروح عبدين. رح خليك تندم كتير لأنك ما قتلتني يا سيد فرهاد. كتير رح تندم.